السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ياسمين محمود، والنهاردة هعرفكم ازاي تعملوا قطعة تكون خاصة بالإبر، تكون بالشكل ده. هقولكم على الطريقة، يلا بينا. بصوا، اول حاجة بدأت فيها هنا ان انا طرست على طارة تقريبا هي 8 سنتي. ممكن بقى تطرزوا اي شكل انتوا حابينه. هحاول بقى ان انا اقسمها علشان دي الزوايا اللي انا هدخل منها الخيط وهقسمها منها. ممكن مثلا بالشكل ده، احاول ان انا يعني اتجنب الورد شوية. ممكن بالشكل ده. بعد كده انا بفكها، بحاول ان انا اخد الدايرة دي كلها بغرزة السراجة. هنعملها بالشكل ده. زي ما واضحة عندكم كده. هخلصها كلها بنفس الشكل كده وارجع لكم تاني. بس ده شكلها بعد ما طرزنا عليها بشكل داير ما يدور كده. الخطوة بقى اللي بعد كده، انا هجيب فايبر، قطعة فايبر، بحاول ان انا احشي كده، واحاول ان انا لسه الابرة في ايدي، بحاول ان انا اشد الخيط، وهلاقي بيتشد معايا برضو. ان انا كل ما شد كل ما القطعة بتلم معايا. هحاول ان انا برضو احشي الزوايا كده منها، ولو احتاجت فايبر تاني بتزوده عادي. احس ان انا عايزة كل القطعة كده منفوخة بالفايبر، وكل مدى اروح شدة برضو اكتر لحد ما تلم معايا. وبس ده كده، بعد ما لمتها هفضل برضه شد، واحاول الم القماشة كده من تحت. بحس ان داري الفايبر. هقفلها وارجع لكم تاني. بس كده، ده شكلها من تحت. هحاول ان انا اجيب قطعة قماشة تانية، واحاول ان انا داري الشكل من تحت. ممكن اعملها مثلا بغرزة البطانية. بشكل برضو داير ما يدور. هقفلها كلها وارجع لكم تاني. هنا انا قفلتها من تحت، وخيطت جوبير برضو على الجنب. ممكن اي جوبير عندكم، مثلا رفيع، لولي، اي حاجة حابين تزينوا بيها. هنعمل بقى اخر خطوة فيها. انا هدخل الابرة من تحت من النص بالظبط، احاول ان اطلعها من النص. وادخلها تاني من ناحية تانية. احاول ان انا اشدها بالشكل ده، اطلع بغرزة كمان، واحاول ان انا برضو اشدها من النص بالظبط. كده، وبعد كده هطلع تاني. هنمشي بقى على الزوايا اللي احنا محددينها بالجاف. هطلعنا من هنا، نحاول بقى نشدها كده
وبرده من نفس الغرزة اللي من تحت، ونروح طالعين ونحاول نشد برده. هنيجي بقى في اخر زاوية خالص برده هنشد، هنطلعها برده ايه من النص ونشد جامد. هنجيب مثلا لولي بس كده، هشيل اثر القلم ده واوريها لكم شكلها النهائي. بس كده ده شكلها النهائي بعد ما خلصت. بص عامله ازاي. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس، ويا ريت لو حد عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات هرد عليه على طول. مع السلامه.